عن نتيجة الزخ اللي حاصل على الطلبة اللي تستقبلها كليتنا، والحاجة الماسة تم إنشاء منشآت توفر خدمات تستوعب الأعداد الطلبة المتزايد، منها قاعة مركزية بسعة 280 طالب، هذه متعددة الأغراض طبعا، بالإضافة إلى تم إزالة مختبر سندويش بانر وإنشاء مختبرين بناء، واحد للأنسجة والآخر لاختصاص الفيزياء والأدوية، وأيضا هنالك توسعة في مختبر الحاسبات وإزالة المواد القابلة للاحتراق في بناية المختبرات الأساسية، وخطط مستقبلية أيضا لإنشاء منشآت جديدة تخدم الطلبة وتخدم العملية التعليمية. 740 طالب مقسمين على 6 مراحل. كلية الطب خرجت لحد الآن 10 دفعات، والآن الدفعة 11 إن شاء الله، وتم فتح اختصاصات أيضا دراسات ما بعد البكالوريوس. الآن أكو مركزين للتدريب من قبل كلية الدار، اللي هي مركز الطب الباطني بورد عربي وعراقي، ومركز الطب التخدير.